بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من كلام الناس. بتشكر كل المستخدمين اللي عم يتفاعلوا معنا من خلال التطبيق، وبدي أطلب من اللي عم يحضروني أنه يتابعوا حساب البرنامج على الفيسبوك والإنستغرام. بحلقة اليوم رح نناقش أغرب 5 حالات وفاة في عام 2015، ومارك زوكربيرج ينشر مفهوم إجازة الأبوة، وأنجح عملية زرع وجه والمتبرع شاب توفي في حادث، وفي التكنولوجيا فيسبوك يساعد العشاق على التخفيف من ألم الانفصال، وأخيرا أخبار الآن تنشر صور محادثات لمجموعات خاصة بتنظيم داعش في تطبيق تيليجرام. هو شيء واحد بيتفق عليه كل البشر انه مصيرنا الموت، ولكن في اشخاص توفوا بعام 2015 بطرق غريبه وغير متوقعه. اولهم شيل سيايا اللي ماتت متجمده بآله العلاج بالتبريد بلاس فيغاس بعد ما علقت لمده 10 ساعات بالآله. وثاني حاله كانت وفاه رجل استرالي ركب عربه التسوق بهدف التسليه بس انحدرت العربه لاسفل الطريق وانصدمت بدراجه هوائيه وماتوا الشخصين. وثالث حالة لما أشعل رجل أمريكي الألعاب النارية يلي بدأت من رأسه ومات فورا. وعصا السيلفي يلي سببت حوادث عديدة أدت إلى وفاة متسلق جبال بعد ما ضربته صاعقة أثناء التقاط الصورة. وأخيرا الحيوان الأليف يلي هو الجمل قتل شخصين في تكساس بعد ما تحول لمخلوق شرس لأسباب مجهولة. صار دوركم تخبرونا عن أغرب الحوادث اللي تعرضتوا لها بعام 2015. وموضوع الحلقة الماضية كان عن أغرب الأشياء اللي شوهدت عبر جوجل مابس، والسؤال كان ما هي أغرب الأشياء أو المواقف التي شاهدتموها في الشارع ولم تجدوا لها أي تفسير؟ خلينا نسمع سوا أبرز الإجابات. الصراحة أغرب شيء سمعت عنه يعني تشاهد بالشارع، أهلي كانوا رايحين بالسيارة في طريق يعني طريق سريع، بعدين كانوا بيشوفوا مرة لابسة شكلها غريب، هما وقفوا بالسيارة، المرأة حكاتهم بس حتى لهجتها وحتى لغتها شوي غريبة، سألتهم أسئلة غريبة كمان. بعد شوي بعد دقائق يعني بدهم يشوفوا المرأة وين، اختفت ما عاد إلها أثر. فهذا أغرب شيء أنا سمعته بحياتي الصراحة. قرر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك التغيب عن العمل لمدة 2 شهر بعد ولادة بنته، الإجازة اللي أسماها Paternity Leave أو إجازة الأبوة، المفهوم طبعاً يلي مانو موجود بالعالم العربي، واتخذ هالقرار على الرغم من أنه مارك هو الرجل الأكثر انشغالاً في العالم، وصرح أنه الدراسات أثبتت أنه يخصص الآباء والأمهات وقت للمكوث مع أطفالهم حديثي الولادة لأنه رح تعطي نتائج أفضل للأطفال والعائلات أيضاً. هالقرار أثار إعجاب متابعي مارك العرب وأثار ضجة على الفيسبوك. وسؤال لكم، هل ينجح مارك زوكربيرج في نشر مفهوم إجازة الأبوة في العالم العربي؟ وعن الفنان الإماراتي حسين الجسمي وحملات السخرية اللي طالته بسبب هجمات باريس، وجهنا سؤال لمستخدمي كلام الناس، هل تعتقدوا أن أغاني الفنان حسين الجسمي تدعو للتشاؤم؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات. بعتقد أنه مجرد صدفة أنه يكون في علاقة بين أغاني الفنان الجسمي والتشاؤم، يعني هي مجرد مصادفة، بالعكس هو فنان مرح وكل أغانيه تدعو للفرح. بات هارديسون هو رجل إطفاء سابق احترق وشه بالكامل أثناء العمل، ومن عام 2001 حتى عام 2013 خضع هارديسون لأكثر من 70 عملية، ولكن التحسن كان بطيء، وقرر إجراء عملية زرع وجه على الرغم من أنه نسبة نجاحها كان بس 50%. وبالفعل لجأ هارديسون لوجه شاب توفي بحادث دراجة، وكان هالمتبرع متوافق مع فصيلة دم هارديسون ولون بشرته وشعره. وبعد موافقة والدة الشاب خضع هارديسون للعملية اللي تعد اليوم أنجح عملية زرع وجه في العالم. طبعا كلنا بنعرف أنه فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة غير شائعة بعالمنا العربي، على الرغم من أنها بتنقذ حياة كثير من المرضى. لهالسبب بدي وجه سؤالي مستخدمي كلام الناس، هل أنت مع أم ضد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ وهل ستتخذ قرار مشابه في وصيتك؟ وعن موضوع الحلقة الماضية، هل وفاة ثريا وجمانة السلطي كان نتيجة انتحار أم أن هنالك سر خفي وراء الوفاة؟ خلينا نسمع إجابات اللي وصلتنا عبر تطبيق كلام الناس. أنا بعتقد أنه هاي الحادثة كان ممكن فيها شبهة انتحار، لكن كمان فيها أيضا شبهة جنائية، لأن حسب التحاليل حول هاي الحادثة كانت بتحكي أنه أختها
قرأت رسالة فراحت على المكان اللي صارت فيه الحادثة، فحسب التحليلات إنه كانت واحدة من الأختين راح تنتحر، والأخت الثانية حاولت تساعدها لكن ممكن إنه وقعوا مع بعض من هاي العمارة أو البناية اللي بيحكوا إنهم انتحروا منها، وما بعتقد إنه حالة انتحار يعني حسب ما انكتب، وإنه ما فيها أي شبهة جنائية. أعلن موقع الفيسبوك عن خدمة جديدة باسم سي ليس أوف لتخفيف ألم الفراق على العشاق، وهي خاصية بتسمح للمستخدم إخفاء صور ومنشورات أي شخص دون حظره أو إلغاء صداقته بدون ما يعرف هذا الشخص، ورح تنطلق هاي الخدمة للمستخدمين بالولايات المتحدة الأمريكية ولاحقا في باقي أنحاء العالم، لأنه فيسبوك بيهتم بالظروف العاطفية اللي بمر فيها المستخدم خصوصا بعد ما صار الانفصال على الفيسبوك مسألة جدية بالولايات المتحدة. فأقر قاضي في نيويورك أنه استعمال فيسبوك لتبليغ الزوج بالطلاق صار إجراء قانوني. والسؤال اللي رح تلاقوه على تطبيق كلام الناس، هل تعتقد أن خدمة سي ليس أوف لتخفيف ألم الفراق هي خدمة مفيدة بشكل عام؟ وشخصيا هل لديك أصدقاء لا ترغب برؤية منشوراتهم؟ وعن سؤال الحلقة الماضية، لماذا لم يوفر موقع الفيسبوك خدمة فحص السلامة أو العلم في صورة البروفايل في البلاد العربية كما فعل مع فرنسا؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات اللي وصلتنا منكم. انه دائما البلاد الغربيه ما بتكون مهتمه غير انه يعني باي شيء اللي بخصها، وعاد عن هيك كمان انه ما بتهتم بالامور العربيه، ويعني هاي كمان انه مش شيء غريب عن انه البلاد الغربيه، ومش انها تكون من اول مره ولا الثانيه، هاي انه دائما بتظهر في عده الامور والقضايا. يعني حصلت أخبار الآن على محادثات خاصة بعناصر داعش تظهر عمليات التجارة بالنساء والأطفال، تفاصيل أكثر في تقرير الزميل يمان شواف. كنا عرضنا في تقرير سابق محادثات حصلت عليها أخبار الآن من مجموعة خاصة بتنظيم داعش في تطبيق تيليجرام، يقوم من خلالها التنظيم بعرض نساء للبيع. أما في الجزء الثاني من هذه المحادثات في نفس المجموعة نعرض محادثات لعناصر تنظيم داعش كيف يتاجرون بالأطفال، إذ لم يسلم الأطفال من إرهاب تنظيم داعش، استخدم التنظيم الأطفال وقودا في حربه واستغلهم في عمليات انتحارية، وهو يتفاخر بعرضهم للبيع كسلعة. ونكشف عن محادثات بين عناصر التنظيم في هذه المجموعة كيف يعرض الفتيان للبيع. هنا يعرض تنظيم داعش امرأة مع 3 أطفال، يحدد أعمار الأطفال، يقول بنت عمرها 5 سنوات وولد عمره 3 سنوات وولد صغير عمره 2 سنين. وآخر أيضا يعرض الإمرأة مع 2 طفلين، يقول أن الكبير عمره 3 سنوات والصغير عمره 1 سنة. هنا شخص آخر يسأل عن غلام للبيع كما يقول ليقوم بخدمة عناصر تنظيم داعش. أما هذا فيعرض غلام لديه، يقول أنه يريد أن يبيع هذا الغلام، ويقول أن السعر يبدأ من 2000 دولار، ويعرض بعض الصور للغلام في هذه المجموعة. يدخل شخص ويعرض مبلغ 2200 دولار ليشتري الغلام. هنا شخص آخر يزيد 2300 دولار ليشتري هذا الغلام، ولكن شخص آخر يقول أنه يريد أن يشتريه ب 2000 دولار فقط. يقول صاحب الإعلان 5 دقائق أبيع الغلام ب 2300 دولار، هل من أحد يزيد؟ هكذا يعامل تنظيم داعش الأطفال، يبيعهم في مزايدات وكأنه يعرض سلعة ليس بشرا. في المجموعة أيضا ترى بعض المحادثات شخص يحذر من وجود أي شخص عام في المجموعة، ويطلب آخر حذف أي شخص خارج التنظيم. أما هذا فيحذر من حذف حساب بعد أن تم اختراقه، وآخر يسأل كيف يمكن أن نضيف شخص للمجموعة دون تزكية. أما هذا فإنه يسأل عن مجموعة خاصة بتنظيم داعش في تطبيق التليجرام، وهي مجموعة في اليمن، يقول كيف يمكن أن يتواصل مع هذه المجموعة. هذه النماذج طبعا هي عينة فقط من محادثات كبيرة داخل هذه المجموعة المختصة ببيع وشراء النساء والأطفال. يقول مصدر مقرب من تنظيم داعش إن هذه التجارة رائجة وبشكل كبير في صفوف عناصر تنظيم داعش، يعرض النساء والأطفال للبيع
كما السلع الأخرى، ويقول إن بعض النساء والأطفال حصل عليهم تنظيم داعش كما يقول كغنائم من المناطق التي احتلها في سوريا والعراق، وأصبح الأطفال من ضحايا هذا التنظيم بعد أن حولهم لعبيد بين عناصره. بعد مشاهدة التقرير، السؤال لكم: ما رأيكم في تحويل داعش النساء والأطفال إلى سلعة يتاجر بها بين أفراده؟ بانتظار إجاباتكم على تطبيق كلام الناس. وعن سؤال الحلقة الماضية: هل تعتقد أن للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التخوف من اللاجئين السوريين ووقف استقبالهم؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات. أتوقع أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أكثر شفافية في قضية اللاجئين السوريين، لديها الكثير مما تقوم به ضمن مظلة حقوق الإنسان، هي مقصرة جدا خاصة بالنسبة لملف اللاجئين السوريين. نعلم أن اللاجئين العراقيين في أزمتهم السابقة كانت الولايات المتحدة سباقة لاستقبالهم وتقديم العون لهم. اليوم أمام السوريين خيار حقيقي صعب ينتظر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود العالم أن تقدم أجمل ما لديها وأفضل ما لديها بالنسبة للاجئ السوري. وبقسم الفويس ماركت ما زلنا بانتظار نسمع أمنياتكم لعام 2016 ومعايداتكم مع اقتراب السنة الجديدة. قبل ما ودعكم، ما تنسوا تثبتوا تطبيق كلام الناس على الموبايل لتقدروا تشاركونا بالحلقات الجاية وتتابعونا على الفيسبوك وإنستغرام. باي باي.